تطرق وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى الحديث عن قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، معربا عن قلق حكومته من وجوده على رأس قيادة المؤسسة العسكرية التي تتصدى لانتهاك تركيا لليبيا وتقف عائقا أمام محاولة تمددها وتحول دون وصولها لتحقيق مطامعها في ليبيا وكامل المنطقة. وأفصح جاويش أوغلو عن عزم تركيا عزل المشير خليفة حفتر وإخراجه من المشهد. وزير الدفاع التركي خلوسي أكار ادعى من جانبه أن بلاده لا تنوي من خلال مساعيها ووجودها على الأراضي الليبية إلا لتحقيق السلام وحفظ الأمن وإقامة الإصلاح. تعطي هذه التصريحات والادعاءات دلالات جلية حول إصرار تركيا التخلص من القيادات الوطنية العسكرية باعتبارها المدافع الأول عن الأمن القومي، والتي ترى تركيا من جانبها أنهم حجر عثرة أمام تمددها الإقليمي الذي يهدد المنطقة برمتها كما الدول المجاورة. كما تبين هذه التصريحات رغبة تركيا الإبقاء على حكومة السراج وتمكينها بكل الوسائل ودعمها بشكل مطلق، نظير منحها براحا شاسعا لأنقرة للتدخل المعلن والمنتهك لسيادة ليبيا وأمنها القومي.